بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم رتل مع العفاسي. نذكركم بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة، ونسعد بتواصلكم واتصالاتكم وأصواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله المخلصين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. نستقبل اتصال من معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن. عبد الرحمن من الإمارات. نعم. تفضل. ولقد نادانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم.
ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا الأسفلين. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن، تلاوة جميلة وصوت أجمل، اللهم بارك، شكرا لاتصالك. ناخذ بلال من السعودية، تفضل يا بلال. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. الله يسلمك. آية 90. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه
بنفسه مبين. الله يفتح عليك يا بلال، شكرا لاتصالك، تلاوة جميلة وصوت جميل، اللهم بارك. لكن حاول أن يعني إذا كان هناك قفزة نغمية أو أن يعني إذا أردت أن تعلو بنبرة الصوت فلا تعلو في الذال في كلمة هذا، لأنها تصبح كأنها مثنى. مثلا إن هذا لهو البل، صارت كأنها مثنى، إن هذا اقفز في الهاء إذا كانت قفزة نغمية، إن هذا لهو ال، عرفت؟ فهمت قصدي؟ أن تعبر بالنبرة أو تعبر بالنغمة. وهنا يأتي أهمية يعني توظيف يعني المقامات أو النغم في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أي نعم. شكرا لك. محمود من الإمارات، تفضل يا محمود. السلام عليكم عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليك الشهر وعلى علينا وعليك، يا أهلا ومرحبا فيك. نسألك الدعاء لمصر وسائر بلاد المسلمين. الله يجزاك خير. وإنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. من أول 115؟ نعم. لا، ولقد مننا على موسى. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين. رقق الميم. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين. لو وقفت هنا أولى. وبالليل أفلا تعقلون. وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، تلاوة جميلة، الله مبارك، شكرا، بارك فيك. ناخذ فاضل من قطر، تفضل يا فاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يجزيك خير الله يحفظك. حياك الله يا أهلا ومرحبا فيك. الله يحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. من وين شيخ، من وين؟ من آية 145 من سورة الصفات. 145. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنبذناه بالعراء وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم يا فاضل حاول تقرب السماعة من فمك، يعني الصوت بعيد شوية. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات والبنين أصطفى البنات على البنين أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم الله يفتح عليك يا فاضل، ما شاء الله صوت الله جميل. بارك الله فيك، الله ينورك، بارك الله فيك شيخ، الله يجزيك خير، الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال من معنا، انس من الامارات، تفضل يا انس. السلام عليكم، كيف حالك يا سلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك فيك. وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا الجنة نعم الجنة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا
إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون. ست حركات مدها. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. شكرا لك يا أنس على هذا على هذه التلاوة الجميلة. أعزائي المشاهدين نأخذ فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. نستقبل اتصال من معنا. عبد العزيز من السعودية، تفضل يا عبد العزيز. ولقد سبقت، تفضل يا عبد العزيز. حياك الله. الله يحييك، يا هلا مرحبا. أنا رقم كم التلاوة شيخ؟ 171 من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم مد وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب الله يحفظك يا عبد العزيز تلاوة جميلة وصوت أجمل وإتقان في التلاوة شكرا لك على هذه التلاوة محمد من الإمارات تفضل يا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب إنا سخرنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إشراق بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سبل ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكسلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض بعضهم
ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال خالد من مصر، تفضل يا خالد. أقرأ يا شيخ. تفضل، فغفرنا له ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. الله يفتح عليك يا خالد، شكرا لاتصالك وعلى هذه التلاوة. ناخذ علي من الإمارات، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ مشاري، كيف الحال؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. مرحبا بك، الله يبارك فيك. الله يسلمك. من وين بنبدأ إن شاء الله؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن
أني مسني الشيطان إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك ما شاء الله، تلاوة جميلة وتجويد أجمل. معانا اتصال هيثم. السلام عليكم شيخ مشاهدين. وعليكم السلام ورحمة الله يا هيثم، حياك الله. نور الله وجهك شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يجزيكم الخير، إن شاء الله تزورونا في ألمانيا. إن شاء الله بإذن الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار مصطفين وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب الله يفتح عليك يا هيثم، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، معنا اتصال ولا نختم؟ آخر اتصال معنا حمزة من الإمارات، تفضل يا حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن أيوة مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة، تفضل. السلام. الفائز معنا هيثم المجاهد من ألمانيا. مبروك يا هيثم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك، ولا تنسانا من صالح دعائك. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل، وإلى أن نلقاكم بإذن الله على خير في حلقة قادمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي في روضه فلنشرعي رد المعي رد المعي رد المعي رد المعي رد المعي رد المعي وادعوا عسى يا آية أن تشفعي رتل معي.